سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب القضاء، والآن مع الشيخ فهد في قراءة النص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضية، لأنه لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب أن يترتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق. الآن في تنصيب القضاة، يقول: يجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا. كانوا يقولون سابقا الأقاليم سبعة، ولكن اختلفت الدول. المهم أنه لا بد من تعيين القضاة، أي من واجبات الدولة، واجب ولي الأمر أن يعين القضاة في كل بلد على حسب الحاجة. فقد يكون في المدينة أكثر من قاضي كما هو اليوم، بل الآن بعض القرى أو المدن الصغيرة لا يكتفي فيها قاض واحد، ربما تتأخر المعاملات نظرا للناس، واقع الناس والخصومات والمظالم الخاصة والعامة. ولذلك كما ذكر المؤلف لا بد. أما قوله لأنه لا يمكن أن يباشر الخصومات بنفسه، المؤلف يتحدث عن واقع سابق، كان الخلفاء يقضون بين الناس لأن الخلفاء كانوا من العلماء. أما اختلفت الآن، أصبح رئيس الدولة أو الأمير أو الملك أو غيره أو السلطان لا يستطيع أن يقضي بين الناس، فلا بد أن يعين نائبا عنه في القضاء، وهو الذي يعين القضاة. ولا يزال بالنسبة لنا في المملكة هذا الأمر إلى اليوم، الذي يصدر القرار في تعيين القاضي من الملك نفسه، الجهات الأخرى دورها الترشيح ونحو ذلك، وأما التعيين فإنه لا بد أن يكون عن طريق ولي الأمر كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله. نعم. وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم. نعم، أن يختار لذلك أفضل من يجد، وهذه ستأتي إن شاء الله في آخر الفصل اليوم، أن الأمر نسبي كما ذكر شيخ الإسلام، لأنه بعد أن سيذكر شروط القضاة، وهي شروط مهمة جدا، لكن قد لا تتوافر أحيانا في بعض الأشخاص أو في بعض البلدان، فتراعى مصلحة تعيين القضاة فيراعى الأمثل، فالأمثل أدعى هذا لما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه. ثانيا قال: علما ورعى، فقد فائدة مرت معنا. من أفضل التعريفات هو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله للورع والزهد، فقال كما ذكر ابن القيم، قال شيخ الإسلام: الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا الفرق. ليس بعض الناس يطلق الورع على الزهد والزهد على الورع، لا، هناك فرق بينهما. فأنت مثلا قد تجد طعاما ليس عندك دليل على تحريمه، لكنك تخشى أن يكون من المشتبهات، إذا من الورع نقول تركته ورعا لا تحريما. بينما الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني من الأمور المباحة. والله المستعان، الآن الناس يحتاجوا يتركون المحرمات. وأذكر يعني مثل هذه المسائل، بعض الناس يتصور أن الأمر سهل، أن المكروه سهل، لأنه من دار حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالذي يعود نفسه على ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني أي عمل تقوم به لا ينفعك في الآخرة، هذا هو الزهد، فاترك. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا هو أفضل تعريف للزهد والورع،
هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، أعيده باختصار ثم أتعدى. الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ما يخشى لاحظوا، وإلا ما يعلم ليس هذا هو الورع، هذا واجب نعم، لكن ما يخشى يعني يخشى الإنسان، خاصة يقع كثيرا في أمور فيها اشتباه أو غير ذلك. والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا حتى المباحات هذا ورع، يترك الإنسان أشياء لا حرج أن يفعلها، لكنه من الزهد ألا يفعلها لأنها لا تنفعه في الآخرة، والله أعلم. نعم. فإذا يقول يختار لذلك أفضل من يجد علما ورعا، فلأنه ناظر للمسلمين، ولذلك من هذا الأمانة والقوة، وإن كان سيأتي بالشرور. سبحان الله، قضية الأمانة والقوة أيها الأحبة تكررت في القرآن في مواضع عدة، لعلي أيضا مرة أخرى أجلها عند الشروط. وكذلك رعاها النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا في حديثه لأبي ذر لما قال إني أحب لك ما أحب نفسي، فلا تتولين على مال يتيم ولا تأمرن على اثنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمراعاة القوة والأمانة، وإن شاء الله سأزيدها بيانا عند الحديث عن شروط تعيين القاضي. نعم. ويأمره بالتقوى لأنها رأس الدين. لكن قبل ذلك يقول علما ورعا، العلم علمان، علم عام وعلم خاص، علم خاص بالقضاء. لا شك أن الذي عنده العلم العام أدخل فيه علم القضاء، لكن بعض الناس قد لا يكون عالما في كثير من الفنون، لكنه عالم في القضاء، عالم في القضاء والأحكام التي تتعلق به، فهذا هو الذي أشار إليه المؤلف في علم حام. ويأمره بالتقوى، لا شك أنها هي رأس الدين، والله أعلم. ثم ذكر العلماء أيضا أنه يقدم صاحب الذكاء والفراسة، وممن نص على ذلك ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية. فلأن القضاء أيها الأحبة يحتاج إلى فعلا ذكاء وفراسة، لأن هناك أناس لديهم وسائل للكذب والتدليس وخداع الناس، فصاحب الذكاء والفراسة يستطيع أن يحل. ولولا وابن القيم ذكر أمثلة في كتابه الطرق الحكمية، وأذكر حتى من بعض قضاتنا ولا أريد أن أسترسل مراعاة للفصل، فلكن هناك قضاة قضايا تتعلق قد تجلس سنوات نعم عند المحاكم ولا يصلون إلى حل. أنا أذكر منها قضية واحدة فقط قديمة القصة، شخص ادعى على شخص أنه أصابه في عينه فذهبت عينه، ما كان الطب وقتها متقدم كما هو اليوم، هذا الكلام قبل قرابة 40 سنة أو أكثر، فدارت ورجعت واستمرت المطالبات والحجج فوصلت إلى أحد القضاة لما رفعت لهم، قد يكون من التمييز أو ما فوق التمييز، فطلب التبعية، طلب تبعية المدعي. نعم. فلما جاء بها فإذا في الصورة نعم أن عينه قد ذهبت قبل ذلك، التبعية مثلا مصدرة قبل 10 سنوات والدعوة لها 5 سنوات، فأمر أن يعاقب. نعم. كان فهذه من الذكاء التي مرت على كثيرين ما انتبهوا لها، وكان يدعي أنه هو الذي أذهب عينه وأصابها به، فاكتشف قال لا أعطونا تبعيته الأصل، قال أعطونا الأصل، لأنه ما كان هناك وسائل مثل الآن التصوير كثير أو غيره، فلما جاء ونظر الصورة فإذا هي العين قد ذهبت من قبل سنوات من القضية، فأمر بمعاقبته لأنه كان يملك أيضا معاقبة هذا الذي يؤذي القضاة وتأديبهم. ولذلك الشيخ عبد العزيز أقرأ له اليوم قال هناك بعض، والشيخ كما تعلمون عندما ذهب عام 57 إلى الدرم رحمه الله كان قاضيا، ذهب قاضيا في أول حياته، فقال يجب أن المتلاعبون والمخادعون يجب أن يؤدبوا، ولذلك يختلف دور القاضي في القوة واللين أو الشدة واللين مع الخصوم. الأصل قال هو اللين مع الخصوم، لكن إذا شعر القاضي أنه متلاعب أو مجادل أو يشغل القضاء قال عليه أن يغلظ له وأن يشدد معه، وهذا هو الصحيح، فهذا هو وضع الشيء في موضعه. نعم. وتحري العدل أي إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل، لأنه المقصود من القضاء ويجتهد القاضي في إقامته. يعني هذا سبحان الله النص دقيق جدا طبعا من الماتني والشارح، قال لاحظوا وتحري العدل ثم قال ويجتهد في إقامته.
تحري العدل هنا المراد به هو بيان حكم الله سبحانه وتعالى، يعني بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي، يتحرى العدل في هذه القضية في بيان الحكم الشرعي، هذا فيما يتعلق بتحري العدل. أما ويجتهد القاضي في إقامته، لأنه أحيانا قد يصل إلى الحكم ولكن تدخل عوامل مؤثرة كالهوى أو غير ذلك، نعم، فيجب أن يجتهد في إقامة العدل. فإذا عندنا معرفة الحكم ومعرفة أيضا الحكم به، قد يعرف القاضي أحيانا أو بعض القضاة الحكم لكنه لا يحكم به، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. ليش هؤلاء في النار؟ يعرفون الحكم لكنهم لا يحكمون به، وهذا الله المستعان موجود. ولهذا من الدعاء أيها الأحبة الذي ندعو به صباح مساء، دعاء عظيم جدا قد نقرأه ما ننتبه لدلالته: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. لأن بعض الناس يرى الحق حقا ويريه الله سبحانه وتعالى الحق حقا لكن لا يرزق اتباعه، نعم. فهو إذن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم عرفوا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهنا مسألتان: أولا أن يسأل الله جل وعلا الهداية، يعني معرفة الحق، ثم يسأله أن يوفقه لاتباعه. فكذلك هنا قال يتحرى العدل وهو الحكم الشرعي في القضية، الحكم الشرعي في القضية، نعم، هذا عدل. قد يجتمع مع مجموعة من زملائه ويطرح القضية فيبينون له الحكم، لكن عندما يأتي لتطبيق الحكم في صوارف لا تخفى عليكم خاصة وعامة وتنبثق هي عن الهوى. فقال المؤلف هذا التعبير الجميل أنه يتحرى العدل، وأيضا قال الشارح ويجتهد في إقامة العدل، نعم. وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة كوليتك الآن ومعلقة بشرط، نحو قول الإمام: إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه، لحديث: أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، رواه البخاري. نعم، هو يعني يقول يمكن يعينه فورا، هذا باختصار واضح الشرح، نعم، يمكن أن يعينه فورا ويمكن أن يعلقه، يقول الأمير فلان أو القاضي فلان وفلان بعد فلان، نعم. فبهذا إذن يقول يجوز أن تكون منجزة ويجوز أن تكون معلقة، وهذا الأمر لا إشكال فيه، نعم. وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه، أي القضاء، لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة، ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتأة عليه في ذلك. نعم، هذا الآن لابد أن تكون من ولي الأمر الأول، وهو يسمونه الإمام في مصطلح الفقهاء، وهو الخليفة أو الرئيس في مصطلح المعاصر أو الملك أو نحو ذلك أو السلطان، تختلف الدول في التسمية، لكنه قالوا الرجل الأول الذي له بيعة شرعية، هو الذي له بيعة شرعية أو نائبة، يعني قد يفوض الأمر، مثلا عندنا قد يفوضه لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لوزير العدل أو لمجلس القضاء الأعلى أو للمحكمة العليا، هناك قد يفوض بعض صلاحياته الإمام ولي الأمر لهؤلاء، فإذا فوضها أصبح كأنه هو الذي أيضا أصدر الأمر. لكن كما قلت لكم قبل قليل، لا يزال الآن بالنسبة عندنا تولية القضاة من الملك نفسه، نعم. وهذا تجده في القضاء وحتى في العسكريين الضابط وليس الأفراد، الأفراد قد يعينهم الوزير المباشر، لكن بالنسبة للضباط لا بد أن يعينوا. هذه مسائل يسمونها ذات سيادة فتربط بولي الأمر نفسه. طيب السؤال هنا، فلا يفتأة عليه، لا يجوز أن يعين أناس في بلد فيه حاكم شرعي، لا يجوز أن يعينوا قاضيا لأنفسهم. لكن قالوا لو كانوا في بلد ليس فيه حاكم شرعي أو لا يحكم، يعني لا يحكم بالشرع، ولا ما يخلو بلد من حاكم، طيب فماذا يفعلون؟ قال إذا لم يوجد واتفق أهل البلد على تولية قاض صح، أي صحت أحكامه، طبعا يراعى في هذا المصالح والمفاسد، لأن ربما لو فعلوا هذا في بعض البلاد وإن كانت لا تحكم بالشرع ربما يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، لكن في مناطق في العالم الآن وقد يعينون قاضيا من عند أنفسهم، لأنه خاصة في بعض البلاد التي فيها أقليات فيعينون قاضيا ويتفقون على تسميته
فإذا ذاك أصبح له حكم القاضي. وقالوا إذا جاء إمام من حقه أن يعزله ويعين غيره، لكن لا يحق له أن ينقض أحكامه السابقة، لا يحق له. لو أن مثلا هذه المنطقة أصبح فيها والي شرعي، كما لو نقول مثلا أم جنوب الفلبين فيها مسلمون كثير، والبلد يحكم، تعرفون الحكام نصارى في الفلبين عموما، فلو أنه أصبح في هذه الولاية جنوب الفلبين والي مسلم هو المسؤول عنها، وقد يكون طبعا فيها حكم ذاتي كما يقال، فمن حقه أن يعزل القاضي السابق أو أن يثبته أو يعزله ويولي غيره، لكن هل ينقض الأحكام السابقة قبل مجيء؟ لا، هذا اللي أردنا أن نصل إليه، أن حكم القاضي نافذ فيما مضى قبل عزله، والله أعلم. نعم. وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل، وهو ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها، أو العراق ونواحيه، وبلد كمكة والمدينة، ليعلم محل ولايته فيحكم فيه دون غيره. وبعث عمر رضي الله عنه في كل مصر قاضيا وواليا، ومشافهته بها إن كان حاضرا، ومكاتبته بها إن كان غائبا، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم حين بعثه لليمن، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة: أما بعد، فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا، فاسمعوا لهما وأطيعوا. أما حديث عمر بن حزم فقد مر معنا كثيرا، وهو حديث صحيح، والعلماء لهم كلام سبق مر معنا، لكن أنا أعطي النهاية في هذا الحديث. وتلقته الأمة بالقبول، وهو الذي فيه أن لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. نعم. فأما حديث أو أثر عمر فهو ضعيف، أثر عمر ضعيف، لكن المؤلف هنا عندنا أمران: أولاً الصلاحيات والبلد، عندنا الصلاحيات والبلد، ولي الأمر يجب أن يحدد أولاً للقاضي صلاحياته، والثاني يحدد له البلد الذي يحكم فيه. قد يكون يقول أنت قاضي مثلاً لمنطقة الفلانية بالكامل، وقد يقول لا، أنت قاضي في مدينة. ولو أخذنا الآن نموذج عملي مرتبة، القاضي الآن صلاحياته البلد الذي هو فيه، سواء كان بلد صغير أو كبير، سواء كان قرية أو بلد صغير، هذا القاضي. الآن الاستئناف لهم المنطقة، حقوق حدود حكمهم بالمنطقة، لأن ترفع القضايا لهم بعد القضاة. المحكمة العليا لها المملكة بالكامل، فإذا لاحظوا الترتيب حسب الصلاحيات الموضوعة. فلا يحق لقاضي في قرية أو مدينة أنه يقضي عن مدينة أخرى إلا إذا كلف بذلك، يعني كأنتدب فأصبح قاضيا لها، لأنه يحدث أحيانا بعض المناطق يرسل لها انتداب بعض القضاة، لكنه حدوده هي حدود هذا البلد فقط. والاستئناف الآن على حسب أن كل منطقة فيها استئناف، وإن كانت لم تكتمل بعد، فإنها تصبح في حدود المنطقة بالكامل، بدل ما كان سابقا قبل مجيء الاستئناف كان لا يوجد محاكم تمييز إلا في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية فقط، هكذا كان، وبدأت تزيد لما جاء الاستئناف حتى قرر أنه سيفتح في كل منطقة محكمة استئناف، وهي تقوم بعمل التمييز، تمييز الأحكام مع اختلاف بعض الصلاحيات. إذن لها، لاحظوا محكمة التمييز كانت مقسومة بين محكمتين فقط، المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى، لكن الآن الفرق، قد يسأل السائل ما هو الفرق بين المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى؟ في السابق مجلس القضاء الأعلى الذي كان يرأسه سنوات طويلة الشيخ صالح الحيدان وفقه الله، فهذا هو المحكمة العليا وهو مجلس القضاء، يأخذ في الجوانب القضائية والإدارية والمالية. الآن انقسم، المحكمة العليا مسؤولة عن القضايا الأحكام القضائية، عن الأحكام القضائية التي ترفع في الاستئناف. أما مجلس القضاء الأعلى فمسؤول عن تعيين القضاة وأمورهم الإدارية والشؤون وغيرها. إذن اختلفت الاختصاصات، لاحظوا حتى في بعض الأمر. فإذا يعين له أولا المنطقة وحدود صلاحياته، وفي الوقت نفسه حدود صلاحياته، ما هي أعماله. الآن هناك مثلا محكمة الضمان، محكمة الأنكحة، نعم، إن محكمة المواريث، أصبحت في اختصاصات وليست مطلقة. وهناك عندنا المحكمة العامة والمحكمة الخاصة، نعم، وتسمى الآن الجزئية،
فرق بين المحكمة العامة وفرق بين المحكمة الجزئية أو الجزائية وهكذا. فإذا يحدد طبعا الذي يحدد هذا هو مجلس القضاء الآن، مجلس القضاء الأعلى الذي يحدد الأماكن ويحدد الصلاحيات الآن هو مجلس القضاء الأعلى، لكن لا بد أن يقره ولي الأمر قبل تنفيذه. فهذا الذي أراده المؤلف في هذا الجانب. نعم. وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم أو قلدتكه، وفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم، واستخلفتك واستنبتك في الحكم. فإذا وجد أحدها فإذا وجد أحدها وقبل المولى انعقدت الولاية كالبيع والنكاح. نعم، هذه الألفاظ، لكن مرة أخرى يحتاج نحن نقرر مسائل لكثرة قرارها تفيدنا في كثير من القضايا. حصرها بسبعة ألفاظ فيه نظر. الصحيح نقول نعم هذه منها، وكل لفظ صريح يدل على توليته للقضاء فإنه مقبول، لا يلزم أن نقول سبعة، هذا استقراء، فقد تزيد عن ذلك وتختلف. المهم أن يعلم أن الأمر الذي صدر فيه تولية صريحة للقاضي، هذا كذا يكون فيها. وأيضا أشار إلى أن في إيجاب وقبول، أنه يوليه ويقبل هذا القاضي. طبعا هل طيب من حق القاضي أن يرفض؟ لو أن ولي الأمر عينه، اختلف العلماء في هذه المسألة على حسب الحالات. قالوا أما إذا تعين الشخص فإنه لا يجوز له أن يرفض، والشيخ عبد العزيز شدد في هذه المسألة، إذا لم يوجد غيره ويتخلى عن القضاء لأنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبينا ماذا معنى قام به البعض. طيب ما قام به البعض؟ لم يجد قاضي إلا هذا الرجل، فيجب عليه شرعا أن يقبل ويستعين بالله جل وعلا ما دام مؤهلا ويعرف من نفسه القدرة. أما لو كان يعرف يقينا من نفسه عدم القدرة وهم لا يعلمون ذلك فتختلف المسألة. وأذكر أن قديما كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يلزم القضاة. وأذكر من الأشياء الطريفة أن شخص تخرج ثم عين، فقالوا له ما يريد القضاء، اعمل عمل معين لعل حتى الشيخ يعفيك. فذهب الشيخ، الشيخ تعرفون كفيف البصر وسيأتي لهذا الموضوع إشارة، فقال الشيخ اعفني. قال لا، قال الشيخ بدونك ما تعرفني. قال لا نعرفك. قال لا ترى كذا وكذا، ذكر مثل مسائل مثل ما تقول إسبال الثوب أو حلق اللحية أو غيرها. قال له طيب هذه حلال ولا حرام؟ قال لا يا شيخ حرام. قال ما دمت تعرف انه حرام توكل على بصرح العملك. نعم، شوف القضاء كيف يكون. لو قال حلال أدبه، لو قال ان الاسبال جائز ولا حلق اللحيه، ما حلق لحيته وقصر لحيته الرجل كما يقال، لو نعم، فلو قال انه يجوز أدبه الشيخ، الشيخ معروف بقوته وشدته. فاذا ليس كل انسان يتخلص، لكن اذا كان هناك عدد كبير وبالامكان وخاف على نفسه فبعض العلماء اجاز ذلك، فلهذا قال ايجاب وقبول، فهو لم يقبل اذن فهو لا يقضي، والله اعلم. نعم. والكنايه نحو اعتمدت او عولت عليك او وكلتك او اسندت اليك لا تنعقد بها الا بقرينه، نحو فاحكم او فتول ما عولت عليك فيه، لان هذه الالفاظ تحتمل التوليه وغيرها من كونه ياخذ برايه وغير ذلك، فلا ينصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال. نعم، هذا واضح يعني، لا شك أن القرائن حتى في الطلاق، قلنا في الطلاق وفي غيره لا بد من قرينة، لأن مثل لما يقول شخص لزوجته غاضب عليها قال اذهبي لأهلك، هذه تحتمل أنه زعلان عليها يريدها فترة حتى يهدأ، ويمكن وتحتمل الطلاق، هذه من القرائن التي مرت معنا في باب الطلاق. فإذا فرق بين الصريح واضح لما يقول أنت طالق ما في إشكال يعني، هذا أمر صريح. فكذلك هنا لما يقول وليتك القضاء أو عينتك في القضاء، أما مجرد يقول اعتمد عليك وعبارات هذه لا تكفي إلا إذا دلت القرينة على ذلك. طيب إذا كتب كتابة ولم يرى الشخص يعني وأرسل له، هل يحتاج أن يشهد؟ الصحيح أنه لا يحتاج إلى أن يشهد، ولو أشهد لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يكتب للملوك وغيرهم ولا يشهد في، والمشافهة من باب أولى إذا شافه أنه لا يحتاج أن يشهد على ذلك، والله أعلم. نعم. فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة وهي التي لم تقيد بحال دون أخرى فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه الذين لا ولي لهم. الآن المؤلف بدأ في
وضح أن فيه ولاية عامة أي حكم عام وحكم خاص. هناك الآن تسمى المحكمة العامة وهنا القاضي يقبل كثير من القضايا، والمحكمة الخاصة التي لا تقبل إلا مسائل معينة، وإذا كذا تقدم على القاضي قال القاضي يصرف النظر لعدم الاختصاص. لاحظ يصرف النظر. الآن عندنا محاكم كثيرة، وإن كان الآن بدأوا يعيدونها للقضاء ولوزارة العدل حتى كثير، حتى ما في ديوان المظالم وهي معروف أنها تعتبر المحاكم الخاصة ديوان المظالم وقضاتها شرعيون، وإذا بدأوا الآن بعض صلاحيات تعاد إلى وزارة العدل كما يقال وتبقى في الشركات وغيرها. الشاهد أن المحكمة العامة غير المحكمة الخاصة، وعندنا محاكم عامة ومحاكم خاصة، لكن يجب حتى المحاكم الخاصة أن تكون شرعية، ولا يجوز أن تبقى أي محكمة سواء كانت تجارية أو عمالية أو غيرها إلا أن يعين لها قضاة حتى لو كانت خاصة كما يعين القاضي. أما أن يعين قانونيين أو غيرهم لا يحكمون بالشرع فهذا لا يجوز أبداً. والحمد لله هناك الآن محاولات لإصلاح ما وجد من هذا النوع، نسأل الله أن يتمه على خير. إذن هذا المؤلف ذكر الآن هذه الأحكام، أنا لا أريد أن أطيل عليها فيها. ليش؟ لأنها تختلف فيها. المهم هو إقامة العدل على حسب الحاجة، فما ذكره المؤلف ليس إلا على سبيل الأمثلة، وتختلف باختلاف الأزمان والبلدان والأعراف وغيرها، ولكن هذا أشبه ما نكون بأكثر الحالات فعلا ولا تزال موجودة إلى الآن. المهم هو إقامة العدل وتنفيذ الحكم. لابد القاضي عليه أمران، الأمر الأول وقلنا هذا في الأسبوع الماضي أن يبين الحكم وأن ينفذه، أن تنفيذه، بينما المفتي فقط ما عليه إلا بيان الفتوى، يفتي وأما التنفيذ ما ينفذ شيء. نعم لا يستطيع أن ينفذ المفتي، هذا الفرق بين المفتي والقاضي ومر معنا سابقا، مع أنه الآن أصبح حتى القضاة التنفيذ أصبح كما ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أصبحت للإمارة، بل أصبحت الإمارة أيضا تأمر الشرطة وهكذا، فأصبح التنفيذ لجهة تنفيذية كالإمارة والشرطة ونحو ذلك. فهذا ما أشار إليه. إذن عليه أن يبين، أن يفصل في الخصومات، فهذا واجب شرعي فيه، ويبين الحق فيه. نعم. ومال الغائب ما لم يكن له وكيل، والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف التي في عمله لتجري على شروطها، والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته. نعم نقف عند هذا. أما الغائب ليس المقصود بالغائب فقط مجرد مسافر، الغائب الذي لا يعلم أين هو، لا يصعب الاتصال فيه، مثل المفقود، فقد شخص له أموال من اللي يشرف عليها؟ إذا كان لم يضع أحدا وليا عليها فهي ترجع للقاضي، كما يحدث في الأيتام أيضا كما أشار هنا أيضا. فمال اليتيم الآن هناك، والحمد لله هذه مسألة مهمة ضبط عند القضاة، أن بعض ولاة الأيتام قد يتصرفون خطأ، حتى إنه قالوا ولو ولى شخصا فإنها تنفذ ولايته، ولكن من حق القاضي أن يشرف على مثل هذه الأشياء، وحتى الأوقاف، حتى الأوقاف، إما الأشخاص إما أن يكون وضع ناظرا لوقفه، أن يكون وضع ناظرا لوقفه خلاص، فالناظر هو المسؤول، ولكن قالوا من حق القاضي أن يطلب الإشراف أحيانا ليتأكد من إتمام الشروط. أما إذا لم يضع ناظرا يعني صاحب الوقف تركها، فطبيعي أنها ترجع مباشرة للقاضي إذا كانت من صلاحياته، وأحيانا تكون من صلاحيات الوزارة مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف كما تعلمون. لكن إلى الآن الذي أعرف أن القضاة لهم دور كبير في الإشراف على الأوقاف، خاصة إذا كان فيها إشكالات أو خصومات، والله أعلم. الحجر هنا يقول لسفه وفلس. السفيه هو الذي لا يحسن أن يتصرف كما تعلمون، هذا قالوا يحجر على ماله وعلى ذمته، يحجر على ماله وعلى ذمته. كيف يحجر على ذمته؟ لا يمضي تصرفه، لا يمضي بيعه ولا شراؤه، فهو محجور عليه لذمته، فهو الذي لم يرشد. أما المحجور عليه لفلس أي مفلس، فإن الحجر يكون على المال وليس على الذمة، لكن على أن لا يتصرف يمضي تصرفه إلا بعد فك الحجر عنه، لأنه إذا كان قد حجر عليه لا يحق له أن يستمر في ديون، هو مفلس الآن وهناك دائنون يريدون حقوقهم، فما يستمر، يوقف في هذا، لا تمضي معاملاته. لكن في البيوع اليسيرة قالوا وحاجاته، أو ما كان ما يعلقه بعد فك الحجر
كان يقول والله أنا ما عندي مانع أبيع عليك هذا البيت بكذا وكذا، أبيع عليك الآن، لكن على أن يكون بعد فك الحجر، لأنه أحيانا من حيث الحجر لفلس قد تؤخذ أمواله وتصادر حتى تعطى الناس الدائنين، وإلا كان يتصرف بعض الناس في أمواله وإن كان لفلس حتى لا يتصرف، يمنع من أي تصرف، كما يوقف الآن، يقول يوقف حسابه وتعمم على وزارات العدل الآن موجود وعلى المحاكم ألا يمضي له بيع ولا شراء، لكن قالوا يكون له نوع يختلف عن السفيه، السفيه لا يمضي له شيء، إذا حجر عليه لسفه يختلف عن الذي حجر عليه لفلس، لاختلاف الحالين مع أن بالجملة هو محجور حتى على ماله والتصرف في ماله والله أعلم، لكنه قالوا يتصرف في ذمته. نعم. وتزويج من لا ولي لها من النساء وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه، وإقامة إمامة جمعة وعيد ما لم يخص بإمام عملا بالعادة في ذلك. نعم، التزويج المرأة له ثلاث حالات، إما أصلا ليس له ولي، ليس لها ولي إطلاقا ولا بد من ولي كما تعلمون في الحديث الصحيح، نعم، فبل إن الزواج بدون ولي باطل على القول الصحيح والحديث في ذلك واضح. الثاني أن يكون لها ولي لكنه ليس أهلا لذلك، ليس أهلا للولاية، قد يكون يعني أبوها موجود أخته، قد يكون أخوها موجود، قد يكون ابنها موجود ممن يمكن أن يصبح وليا، لكنهم ليسوا مؤهلين لهذا الأمر، فهذه أيضا للقاضي. الحالة الثالثة هو العظم، أحيانا بعض الآباء يعظم ابنتهم، أو بعض يكون ليس لها أب وليس لها ولي إلا أخوها، وأخوها يعضلها، وهذا مع كل أسف الآن موجود لأسباب معينة. العضل له صور، مثلا يقول بعضهم أنا لا أزوج إلا بنت عمي من أبناء العم فقط، وهذا مع كل أسف حكم جاهلي، تعطل البنت وتتأخر وهي تريد الزواج، ومع ذلك لا يزوجونها لأعراف جاهلية ليست أعراف شرعية، لأن ليس كل الأعراف يقرها الشرع، فهنا يكون القاضي هو وليها، وهذا موجود الآن، تقدم بطلب لولي الأمر اللي هو أمير المنطقة، ولي أمير المنطقة يحيل المعاملة إلى القضاء فيتولى القاضي تزويجها، وقد حدثت حالات من ذلك. دائما نقول بعض الأخوات التي تشتكي، لكن تعرفون هناك إشكالات في هذا الأمر ليس بالسهل، أحيانا تبقى عليها يعني حتى لو حدث هذا وزوجتها المحكمة سيكون في إشكالات كثيرة، لكن يبقى أنها إذا ما وجدت أي طريق ولا نفع الوسطاء ولا أهل الخير بالتوسط، فمن حقها أن تتقدم للقاضي أو للإمارة وتزوج بعد ذلك ولو كان والدها حياً أو من يمكن أن يتولى أمرها، إذا رفضوا وأصروا على عدم تزويجها وقد جاءها الكفء فإن هذا الأمر، لكنه ليس على إطلاقه، لأن أحياناً قد ترى المرأة أن الرجل الذي تقدم لها كفء ووليها ليس قضية جاهلية كما ذكرت، إنما اعتبار مصلحة ومفسدة، قد لا يرى هذا الرجل، هنا لا، ما تسحب منه الولاية، لا تؤخذ منه الولاية، لأن المرأة ضعيفة، ولماذا جعل ولي الأب أو غيره إلا لأنه ينظر ما هو الأصلح، لكن أنا قلت العضل، العضل حكم خاص، ففرق بين العضل ولا مجرد أن واحد تقدم لها ورغبت به ووالدها رفض تقول تقدم المحكمة، القاضي لا يقبل بهذا، فيراعى المصلحة والمفسدة والأب أدرى بمن هو الأصلح، لكن إذا وصلت المسألة إلى العضل وأثبتت أن والدها عطلها، كما قلت لكم لو قال عند القاضي واستدعاه القاضي قال أنا لا أزوجها إلا ابن عمها فقط، هذا عندنا ما يقبل منه القاضي هذا الكلام، هذا لم يرد في الشرع حصر المرأة على أن لا يزوجها إلا ابن عمها، أما أهلا وسهلا لو جاء ابن عمها يتزوجها لا إشكال إذا كان صالحا، أما أنه يرفض تزويجها قد لا يأتيها ابن عمها، قد لا يأتي أحد من أقاربها، لا يأتي أحد من قبيلتها، هل معناه تتعطل المرأة؟ القاضي ينظر في المسألة ويحكم بها والله أعلم. نعم. كذلك إقامة الحدود ما أشارها المؤلف لأنه انتهى منها، إقامة الحدود لا شك، يعني أقصد بيان الحكم في الحدود، يحال السارق والزاني وشارب الخمر يحالون للقضاء وهو الذي يبين الحكم ويحدده. نعم. ولا يستفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع لأن العادة لم تجري بتولي القضاة ذلك، هذه مسائل صلاحيات، لكن لو جعلها ولي الأمر للقضاة صارت، لكن الآن معروف أن الاحتساب للهيئات، مرة أخرى نقول هذا حسب الاختصاص والله أعلم. نعم. ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله إذا ولاه في محل خاص
فينفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه، لأنه يصير من أهل ذلك المحل في كثير من الأحكام، ولا ينفذ في غيره لأنه لم يدخل تحت ولايته. الآن أريد أعطي إشارة مهمة. هنا قال العلماء هناك عموم نظر وعموم عمل بلد وعموم بلد. مثل الآن المجلس القضاء المحكمة العليا عندها عموم النظر وعندها عموم المكان، فهي تقضي في المملكة كلها وفي كل الأقضية على حسب اختلاف المحاكم. وهناك يكون خصوص نظر، يعني فكوليتك القضاء في الأنكحة يقول لها الإمام، وقد يكون خصوص عمل كوليتك القضاء في البلد الفلاني. فأحياناً يكون في خصوص عمل وخصوص نظر، وأحياناً يكون في عموم نظر نعم وخصوص عمل والعكس. إذن كل هذه أحكام واردة يقولون مربعة، يعني فلا بد أن يحدد للقاضي هل هو حاكم في مطلق في كل الأشياء وفي كل البلد كما قلت قبل قليل، أو يكون حاكما خاصا في قضايا معينة في البلد كله، أو العكس يكون حاكما عاما لكن في بلد مخصوص، وهكذا. فكل هذه المسائل العقلية ترد، فكما بينت لكم قبل قليل في القاضي البلد، في محكمة الاستئناف، في المحكمة العليا، والله أعلم. نعم. فإذا لا يتعدى القاضي حدود الولاية أو الاختصاص، نقول لا يتعدى حدود مكان الولاية ولا حدود الاختصاص حسب ما حدد له. نعم. وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا، ورزق شريحا في كل شهر 100 درهم. وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق، فقيل له لا يسعك هذا، فقال ما كنت لأدع أهلي يضيعون، ففرضوا له كل يوم 2 درهم. هنا لو نأخذ مثلا لأن كثرة الآثار، الأثر الأول قال عنه الشيخ الباني أو أثر عمر رضي الله تعالى عنه قال ضعيف، وأيضا رزق شريح قال لم أجده عن عمر، قال لم أجده عن عمر، وإن كان أخرجه عبد الرزاق في المصنف، هذا من غير تخريج الألباني، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. أما أثر أبو بكر فلننتبه أما هذا الأثر أنه فرض له 2 درهم، فقال الألباني لم أقف على أسناده، لكن ثبت في التلخيص عند الحافظ أنه فرض له لكن ليس 2 درهم، فرض له أكثر من ذلك. إذا من حيث الاستشهاد، مكان الاستشهاد أن القاضي يفرض له، طبعا هم أرادوا هذا أن لماذا ذكروا أبو بكر وهو خليفة هنا؟ لأن أبو بكر هو الخليفة وهو القاضي وهو الحاكم وهو، فحتى قد قال طيب نحن الآن في باب القضاء وأبو بكر عين خليفة. نعم. فلذلك قالوا أنه يعين له لأنه كان هو القاضي وهو الحاكم وهو الخليفة كما ذكرت في أول الأمر كما كان الخلفاء سابقا. هنا مسألة نذكرها ذكرها المؤرخون. أولا هنا ثبت أنه عين له مبلغ أي حدد له مبلغ ولم يكفي أولاده، فراح يبيع يشتري حتى يكفي أولاده، فزادوه فترك البيع والشراء. نعم. لكن مما يذكر ذكرها المؤرخون قصة عجيبة، يقولون إن زوجته رضي الله تعالى عنها طلبت منه شيء للأولاد، حلق للأولاد، لاحظوا الخليفة، فقال ما عندي شيء، الذي أعطوني ما يكفي، إلا قالت أستطيع أن أوفر شيئا مما يأتون به في كل يوم لهم ونشتري بعد ذلك. قال وفري، وفرت بعد عدة أيام، كل شيء تأخذ شيء قليل، فقالت الآن وفرنا، قال إذن هذا زائد عن حاجتنا، فأعاده لبيت المال. نعم. قال إذن، وأمرهم أن ينقصوا هذا من عطائه، قال ثبت أن هذا زائد عن حاجتنا، عشنا كم أيام بدون هذا الزائد اللي تريد تشتري فيه حلل للأولاد أو غيره، الله المستعان. فحقيقة هذه معاني عظيمة جدا. فنعم أبو بكر ثبتها كما ذكر التلخيص، قال جمعوا له 2000 فقال زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه 500 درهم، طبعا 500 درهم، 2500 درهم، هذا الذي ذكر ابن حجر في التلخيص أنه صحيح بسند صحيح.
فالشاهد نعم وارد نعم. وبعث عمر رضي الله عنه إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا، وابن مسعود قاضيا، وعثمان بن حنيف ماسحا، وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان، وكتب إلى معاذ بن جبل. لا خلنا نأخذ واحد واحد يا شيخ. هذا قال عنه الشيخ الألباني، لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن هو عند عبد الرزاق بس بغير هذا اللفظ، هو عند عبد الرزاق لكن بغير هذا اللفظ، فقول الشيخ صحيح نعم. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى. هذا أيضا قال عن الشيخ الألباني لم أقف عليه. خلاصة الأمر أنه نعم على ولي الأمر، أن على الإمام، أن على الملك أن يعين للقاضي راتبا أو مكافأة تغنيه عن الانشغال عن القضاء ويتفرغ للقضاء. والآن والحمد لله بالنسبة لنا من المعروف أن القضاة عندنا الآن من أفضل رجال الدولة من ناحية المكافآت والرواتب، كل من أجل تفريغهم للقضاء وإعانتهم على شدته وما يتحقق له. فهذا كل المراد من كل هذه الآثار هو هذا نعم. ولا يجوز له أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق وإنما يظهر الحق بالدليل. هذه مسألة الآن أنه يجب أن يكون القاضي مجتهدا ولا يحدد له مذهب معين، وللعلماء كلام طويل وعريض في هذا، وأيضا المدونة مدونة القضاء فيها كلام القضاة، ليس هذا مكانه، ولذلك أتجاوز هذه المسألة أنهم كما ذكر المؤلف أنه يجب أن يحكم بالدليل، هذا هو الصحيح. ولا يزال الحمد لله بالجملة الآن أقول بالجملة القضاة عندنا يحكمون بالدليل والله أعلم نعم. وإذا ولى الإمام قاضيا ثم مات الإمام أو عزل لم ينعزل القاضي، لأن الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم، فإن عزله الإمام الذي ولاه أو غيره انعزل، لأن عمر رضي الله عنه يولي الولاة ثم يعزلهم، ومن لم يعزله عزله عثمان بعده إلا القليل. وقال عمر رضي الله عنه لأعزلن أبا مريم، يعني عن قضاء البصرة، وأولي رجلا إذا رآه الفاجر فرقه، فعزله وولى كعب بن سوار، وولى علي أبا الأسود ثم عزله، فقال لما عزلتني وما خنت وما جنيت؟ قال إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. كلها قال عنها الآثار هذا عن عمر وعن علي، قال عنه الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، لكن الأخير قال ذاك أيضا أنه الذي عفوا الحديث أبا أثر عمر أخرجه البيهقي، أخرجه البيهقي والله أعلم. هذا الشاهد أن الإمام يعزل، من حقه أن يعزل ويعين، فمن يملك التعيين يملك العزل، وهذا واضح وثابت في الواقع، وهي من صلاحيات الإمام. لعلنا بالدقائق الباقية نتمكن من أخذ شروط القاضي نعم باختصار لأنها سهلة. سم. فصل. ويشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. هذه 10 خصال ذكرها الفقهاء، ولكن تختلف من مكان وعلى حسب الوجود. واتقوا الله ما استطعتم وسددوا وقاربوا، كما سيأتي بعد قليل لكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية نعم. ذكرا لحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري، ولأنها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم. نعم، هذا هو أن التولية ما تكون المرأة قاضية، لكن ذكر بعض العلماء أنها لو كانت عالمة وتحاكم إليها ناس من أهل بيتها أو من محارمها ورضوا بحكمها قالوا يجوز، لأنها بهذه الحالة قالوا هو من باب الصلح وليس من باب الحكم الذي ينفذ، إنما هو أقرب ما يكون. ومال إلى هذا الكلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال لو كانت معروفة المرأة بالعلم والفقه ووقعت مشكلة وجاءوا إليها وقالوا نحن نريد أن تحكمين لنا، فحكمت بينهم بالشرع ورضوا بذلك، قال يجوز لأن من باب الصلح أقرب ولم تقع الإشكالات ولا ينطبق عليه الحديث والله أعلم. وأيضا من أراد أن يتوسع في شبه
يعني هذه مهمة جدا. هذا الحديث عند البخاري كما تعلمين، وهناك من طعن فيه مع كل أسف، وهذا طعن في حديث ثابت، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فالعلماء كلام ومصنفات فيه، لكن قد يأتي الشيطان ويدخل لك يقول طيب هناك الآن من حكم بعض النساء. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه إن الفرس ولوا امرأة عليهم بعد كسرى، فقال لن يفلح قوم ولوا، أو ما أفلح قوم ولوا امرأة. فقد يقول طيب هناك الآن بعض الدول عينت نساء. الشيخ الحقيقة ذكر الشبه الواردة، من أراد يرجع للشرح الممتع في، وسيجد بإذن الله في الجزء 15 272 إجابة الشيخ المسددة على هذه الشبه. لضيق الوقت لذلك لا أستطيع أن أذكرها، وليست من تخصصنا هنا لكنها إشارة. فإذا الصحيح أن يكون القاضي ذكرا، والله أعلم. حرا لأن غيره منقوص برقه مشغول بحقوق سيده. لا حقيقة هذا الشرط فيه نظر، بل عدد من العلماء كابن عقيل وغيره وابن الخطاب وصرح في الإقناع أنه لا يشترط أن يكون حرا، بشرط أن يأذن سيده. أما إذا لم يأذن سيده لأن وقت المملوك لسيده، فلو أنه كان أحد العلماء قد يكون مملوكا وهو كبار العلماء ومؤهل للقضاء، مجرد أنه ليس حر فقط إذا أذن سيده لأن الوقت للسيد، فالصحيح أنه يمضي حكمه ويجوز تعيينه. نعم. مسلما لأن الإسلام شرط للعدالة. هذا صحيح، لكن لو كان مثل عندنا قالوا أهل ذمة ولم يتحاكموا إلينا وتحاكموا إلى واحد منهم فتمضي أحكامه عليهم، لكن لو تحاكموا إلينا فإنه يجب أن يقضي بينهم حاكم مسلم. لا يجوز أن تعين الدولة المسلمة لأمثال هؤلاء ولا لأهل البدع من أهل ملتهم، لأنه سيحكموا بالباطل. أما لو لم يتحاكم عندهم أهل الذمة كانوا موجودين في الدولة الإسلامية يهود أو نصارى وعينوا بينهم قاضيا لهم فإنه، والآن والله سبحانه وتعالى بيّن هذا في سورة المائدة كما تعلمون، فاحكم بينهم بالعدل، فإنهم إذا احتكموا إليه، أما إذا لم يحتكموا فدعهم وشأنهم. عدلا فلا يجوز تولية الفاسق، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا صحيح من حيث الأصل، لكن عند تطبيقه فهو حسب الإمكان، وذكر العلماء أن الفسق درجات، فإذا لم يوجد العدل وهو فالتقوى وشرط التقوى فإنه حسب الأخف الأخف، يعين حسب الأخف الأخف، وهذا هو الصحيح. نعم. سميعا ليسمع كلام الخصمين. هذا صحيح، لكن قالوا لو أنه استطاع أن يوصل أن تصل إليه حجة الخصمين وأيضا أن يوصل الحكم فقالوا يجوز، ولكن الأولى أن لا يكون ذلك. لكن لو حدث هذا، لو حدث هذا أنه عالم من العلماء لكنه وعنده هناك وسيلة لوصول، واليوم في بعض الوسائل الجديدة التي تمكن، فالصحيح أنه يمكن ذلك، لكن حالات استثناء هذه. أما عندنا فليس موجود أصلا هذا، لا يعين قاضي إلا وهو سميع في أن يسمع حجة الخصمين لاختلاف السماع عن غيره. لكن لو حدث هذا فبعض العلماء نص على أنه بشرطين، أن يصل إليه أو أن تصل إليه حجة الخصمين وأيضا أن يوصل إليهم الحكم، فقالوا يمضي حكمه ويجوز تعيينه. نعم. بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له، والشاهد من المشهود عليه. هذا عاد فيه نظر أخان، أكثر قضاتنا المتميزون هم كانوا من مكفوف البصر، كان الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن حميد رئيس المجلس القضاء الأعلى والشيخ عبد العزيز بن باز، وكانوا بالقديم أيضا. فالحقيقة بالعكس، أحيانا عند هؤلاء من الفراسة والقوة والعلم والانتباه قد ربما ما توجد في المبصر، فالصحيح أن هذا الشرط فيه نظر، والله أعلم. نعم. متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم. اي نعم، هم ايضا يدخل في هذا الامر، لكن قالوا لو استطاع هناك وسيله لابلاغ الخصمين بدون اي تاثير على الحكم فلا حرج. مجتهدا ذكره ابن حزم اجماعا، لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما اراك الله، والمجتهد العالم بطرق الاحكام، لحديث القضاة ثلاثة الحديث، رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الآن الشرط هذا هو من حيث الأصل. نعم، لو قيل إنه يقدم المجتهد المطلق ثم مجتهد المذهب ثم طالب العلم، نعم، لكن طيب إذا ما وجد، الآن ما نستطيع أن نقول كل قاضي الآن أنه مجتهد ولا مجتهد مذهب، إنما طالب علم وعنده إلمام بالقضاء ومعرفة بالقضاء، فالصحيح أنه يجوز توليته. أما اشتراط الاجتهاد فصعب جدا ويصعب تحققه. أما لو كان الخيار بين اثنين مجتهد
المطلق يقدم على مجتهد المذهب، ومجتهد المذهب يقدم على طالب العلم الذي لا يعتبر مجتهدا. نعم، فيسمونه هو المقلد لإمامه، المقلد لإمامه، يحفظ أقوال العلماء ويفقهها ويدركها لكن ليس مجتهدا في الترجيح وغيره. فالصحيح أنه يصح توليته، والله أعلم. نعم. ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه للضرورة طبعا. نعم نعم، تفضل. أشهر لأن لم يوجد مجتهد مطلق فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك لأنهم أدرى به. وقال الشيخ تقي الدين: هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره: فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. وقال أيضا: ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا، ذكره في الفروع. نعم، هذا الآن واضح كلام شيخ الإسلام عليه نور، وذكر هذا عن أردك عن الإمام أحمد أنه حسب الإمكان، وخاصة في الأزمنة المتأخرة الآن تطبيق هذه القواعد السابقة والشروط السابقة صعب جدا، بعضها لا يمكن التنازل عنه، لا يمكن أن يعين جاهل، هذا لا يمكن أبدا. نعم، ولكن إذا كان في شيء نقص من قالوا العدالة بمعنى يعني التقوى، فإنه يراعى الأمثل فالأمثل، والله أعلم. فهذا ما أشر أمامنا فصل، لكن أو ليس فصل، موضوع مهم، وما بقي إلا دقيقتان أتوقف، نكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.